تحية طيبة، وهذه نشرة من LBCI نستهلها بالعناوين. سلام يؤكد من بعبدة تمسكه بصيغة ثلاثة ثمانات. إلى ما توصلت التحقيقات في صاروخي بلونة. الأمير حمد بن جاسم الثاني يدعو خلال اجتماع أصدقاء سوريا الحكومة اللبنانية إلى وقف تدخل أي أطراف لبنانية في الصراع السوري. أهلا بكم. مع طي صفحة تمديد للمجلس النيابي، عادت محركات الرئيس المكلف تمام سلام لتنطلق من جديد على خط التشكيلة الحكومية، حيث أكد منبع عبدة تمسكه بصيغة ثلاثة ثمانات، مشيرا إلى أنه من غير المستحسن أن تكون الحكومة مجلس نيابي مصغر. بعدما كان أعلن إطفاء محركات التأليف وبعدما أصبح التمديد لمجلس النواب ساريا، توجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة إلى قصر بعبدة، ومن هناك أعلن إعادة تشغيل محركات التأليف بعد توقف استمر لأربعين يوما. الرئيس سلام أعلن إجراء سلسلة اتصالات في الأيام القليلة المقبلة في محاولة لوضع طبخة التأليف على نار حامية، إنما انطلاقا من القاعدة التي حددها. من هون تمسكي في صيغة ثلاث منات، وما زلت أتمسك في كل ما يعزز هذه الحكومة، والقول أن الحكومة سياسية أو غير سياسية، الحكومات أداء قبل أي شيء آخر، والتركيز على شكل الحكومة في رأيي ليس هو بيت القصيد. بكل وضوح، أي حكومة ليس من المستحسن أن تكون مجلس نيابي مصغر. هناك فصل سلطات، هناك سلطة تشريعية فيها مجلس نيابي، وهناك سلطة تنفيذية فيها الحكومة. ونسخ هذا الواقع من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية قد لا يؤدي إلى البعد الديمقراطي اللي بنحرص عليه، وهو فصل السلطات. الرئيس سلام لم يعطي مهلة زمنية محددة لمشاوراته، لكنه أكد في الوقت عينه أنه لن يبقى إلى ما لا نهاية، معولا على ما قال إنها حسن نوايا القوى السياسية في تسهيل مهمته وخفض سقف الشروط والشروط المضادة، مهمة يبدو أنها لن تكون سهلة، خصوصا وأن أوساطا مطلعة لم تخفي أن تأليف الحكومة لن يكون سريعا. النائب طلال أرسلان شدد على أهمية أن لا يصبح رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أسيري العدد في التأليف الذي ممكن أن يشكل عقبة أمام السعي الجدي بتظهير أي حكومة، وعلى أهمية الاتفاق أولا على مهمة الحكومة قبل الغوص بالعدد والشكليات. أرسلان أضاف أنه لا يمكن القبول بأي حكومة خارج إطار ثابتتين أساسيتين، الأولى تثبيت مبدأ تأليف حكومة وحدة وطنية تجمع الجميع لمواجهة ما يتعرض له لبنان من مخاطر، والثانية تثبيت معادلة الجيش والشعب والمقاومة لدرء كل مشاريع الفتنة ولتثبيت قوة لبنان في مواجهة المشاريع الإسرائيلية. تستمر التحقيقات في موضوع قاعدتي الصاروخين اللذين أطلق أحدهما في من منطقة بلونة بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر الصقر، بانتظار الوصول إلى نتائج عملية وملموسة. الزميل بسام أبو زيد يطلعنا على التفاصيل عبر الهاتف. بسام، ما الجديد في التحقيقات وإلى ما توصلت حتى الساعة؟ يعني كما ذكرت، هذه التحقيقات تجري تحت إشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، وتواصل مخابرات الجيش إجراء هذه التحقيقات، ولا سيما لجهة مصدر الصاروخين وإطلاق أحدهما من بلوني. وأشارت مصادر التحقيق إلى أن المحققين استمعوا إلى إفادة بعض الأشخاص من لبنانيين وغير لبنانيين يتواجدون على مقربة من مكان إطلاق الصواريخ، وذلك بهدف جمع معلومات تتعلق بما يمكن أن يكونوا قد شاهدوه قبل الإطلاق، على أن يقدم ذلك بعض الأدلة التي يمكن أن تقود للمنفذين. مصادر التحقيق أشارت أيضا إلى أن عملية إطلاق الصاروخ من بلوني كانت مختلفة عن الصاروخين اللذين استهدفاها الضاحية الجنوبية الشهر الماضي، ففي تلك العملية تم استخدام ساعة توقيت وهي طريقة تقليدية، أما عملية بلوني فقد تم وصل الصاروخين بلوح إلكتروني مزود بلاقط، وجرت عملية إطلاق عن بعد، فانطلق صاروخ واحد وحال عطل تقني دون انطلاق الثاني. وتتركز التحقيقات أيضا على محاولة معرفة كيف نقل الصاروخان إلى منطقة بلوني، وما هي الوسيلة المستخدمة في نقلهما، هل هي شاحنة صغيرة مقفلة أم فان، باعتبار أن هذين الصاروخين لا يمكن نقلهما بسيارة عادية، ويحاول المحققون الاستعانة بأفلام كاميرات في المنطقة لمعرفة ذلك. ليليان. نعم، شكرا لك الزميل بسام أبو زيد على هذه المعلومات.
هيج يؤكد عدم وجود قرار بتسليح المعارضة السورية، وكيري يدعو لزيادة دعمها من أجل وضع حد لانعدام التوازن مع النظام، ورئيس الوزراء القطري يدعو الحكومة اللبنانية لوقف تدخل أي أطراف لبنانية في الصراع السوري. بعد أيام من اجتماع دول الثماني الذي دعا إلى عقد مؤتمر للسلام حول سوريا، ها هم أصدقاء سوريا يبحثون الملف السوري، وبشكل أساسي تقديم مساعدات عسكرية إلى المعارضة السورية. وزراء خارجية 11 دولة المجتمعين في الدوحة يبحثون كذلك اقتراح عقد لقاء بين الرئيس السوري والمعارضة السورية. لم يكن بوسع النظام السوري المضي بسياسته الدموية ونهج المناورة والمماطلة براحة تامة إزاء أي تسوية سلمية للصراع لولا المساعدات والدعم الذي ما زال يناله من قوى إقليمية وعالمية معروفة لديكم، وأكبر دليل على ذلك تدخل حزب الله اللبناني. وفي هذا الخصوص ينبغي على الحكومة اللبنانية وقف تدخلات أي أطراف لبنانية في الصراع الدائر في سوريا. ومن المفزع أن تتواتر الأنباء والأدلة على عدم تورع النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه. وقبيل الاجتماع أعلن وزير خارجية بريطانيا ويليام هيج للصحفيين أن بلاده لم تتخذ قرارها بشأن تسليح المعارضة السورية. يأتي هذا الاجتماع في وقت كشفت فيه صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية CIA والقوات الخاصة الأمريكية موجودون في كل من تركيا والأردن، حيث يدربون منذ أشهر مقاتلين من المعارضة السورية، أي قبل إعلان البيت الأبيض عزمه زيادة مساعداته العسكرية للمعارضة. وقالت الصحيفة استنادا إلى مسؤولين أمريكيين وآخرين في المعارضة السورية أن هذه التدريبات تتناول كيفية استخدام أسلحة مضادة للدروع والطائرات. بسم الله الله أكبر. وفيما اجتماع الدوحة منعقد، تواصل اليوم الرابع على التوالي القصف على أحياء القابون القدم جوبر والحجر الأسود والبرز في دمشق، حيث تدور اشتباكات عنيفة إثر محاولة القوات النظامية اقتحام الحي من محاور عدة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى قصف طاول محيط مطار منينج العسكري في حلب وتل كلخ والرستند في حمص. وكالة سانا ذكرت من جهتها أن الجيش أحبط محاولة تسلل إرهابيين من الأراضي اللبنانية إلى سوريا عبر موقع نورة في تل كلخ، وعن استهداف تجمعات للإرهابيين في ريفي دمشق وحما. في عكار سقطت صباح اليوم أكثر من 17 قذيفة صاروخية ومدفعية مصدرها الجانب السوري على خراج بلدتي دبابية والنورة، ما أدى إلى تضرر منزلين لآل كوجا على أطراف بلدة دبابية. الأهالي نشدوا الدولة العمل على حمايتهم من القذائف التي تسقط بشكل دوري على خراج المنطقة. أوباما يعين مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ديفيد هيل سفيرا للولايات المتحدة في لبنان. تغييرات في الطاقم الدبلوماسي للإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط حملت مبعوث الرئيس الأمريكي إلى المنطقة ديفيد هيل إلى لبنان بمنصب سفير للولايات المتحدة، تزامنا مع جولة لوزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى المنطقة. فمن هو ديفيد هيل الذي سيخلف السفيرة مورا كونيلي بعد مغادرتها منصبها في العاصمة اللبنانية أواخر الصيف الحالي؟ ديفيد هيل خريج جامعة جورج تاون، يتقن العربية بعد أن درسها في معهد الخدمة الخارجية الميدانية في تونس، وهو ليس غريبا عن المنطقة وعن لبنان تحديدا. دخل السلك الدبلوماسي في العام 84 وخدم في السفارة الأمريكية في بيروت مرتين في تسعينيات القرن الماضي، لينتقل بعدها إلى السفارة الأمريكية في الأردن، حيث عمل بين الأعوام 2003 و2008 مستشارا أول في السفارة ثم قائما بالأعمال فسفير. وكان هيل خلف الدبلوماسي العتيق جورج ميتشل كمبعوث للشرق الأوسط، وهو منصب غادره مع تعيينه سفيرا في بيروت، والأنظار تتجه لمعرفة من سيتبوأ هذا المنصب في منطقة تعتبر ساخنة راهنا بالنسبة للولايات المتحدة. وتتابعونا بعد الفاصل. دياب على طاولة الامتحانات. أهلا بكم من جديد. شدد السفير الإيراني غدن فاروق أبادي بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التيني على موقف بلاده الداعي إلى الاستقرار في لبنان وضرورة الحفاظ على استتباب الأمن وتعزيز الوحدة الوطنية، لافتا إلى أن المرحلة ستكون جديدة بالنسبة لتعامل إيران مع الكثير من الملفات الإقليمية والدولية.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرة أخرى على المواقف اللي أكدنا بالتأكيد على الاستقرار في لبنان وبضرورة الحفاظ على استتباب الأمن في لبنان وتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد على مظاهر الالتحام والتكاتف والتضامن بين الجميع. في عين تريز اختتمت أعمال سينودوس كنيسة الروم الملكين الكاثوليك برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، وأكد المجمع المقدس على وضع قانون انتخابي عصري يراعي حقوق جميع المواطنين والإسراع في تأليف الحكومة تجنبا للفراغ، كما شدد على ضرورة توقف توريد الأسلحة إلى سوريا والاتفاق على حل سلمي. يدعون جميع الأطراف في سوريا خصوصا إلى نبذ العنف ورمي السلاح وإلى التصالح وإيثار مصلحة الوطن على كل مصلحة شخصية فردية أم جماعية. يدعون إلى وضع قانون انتخابي عصري يساوي بين المواطنين مراعيا حقوق الجميع وإلى الإسراع في تأليف الحكومة تجنبا للفراغ. الزميلان فراس حطوم وسعد الدين الرفاعي في بيروت بعد نجاحهما بكشف مكان زهير الصديق في مصر. الزميلة تانيا مهنا معنا عبر الهاتف للمزيد من التفاصيل. نعم تانيا. ليليان، يعني الزميل فراس حطوم كما ذكرتي وسعد الدين رفاعي عدوا إلى بيروت بعد ما كان تم توقيفهم لحوالي يومين بمصر على خلفية قيام بأماكن لم يكن لديهم أي إذن بذلك، ولكن كما ذكر الزميل فراس حطوم هذا الأمر لم يكن دقيق أبدا، هذه المعلومات التي وردت حولهم لم تكن دقيقة. ففراس اللي عنده شركة إنتاج خاصة كان عم بيقوم بتصوير دوكيومنتير، بتصوير وثائقي للLBC لإثبات أن زهير الصديق وهو أحد الشهود الأساسيين في مقتل الرئيس رفيق الحريري موجود بمصر، وموجود بمصر تحت اسم مستعار، وعند وصوله إلى المكان الذي هو كان موجود فيه، إذن زهير الصديق موجود فيه، وكان أرسل أحد الصحفيين المصريين مع المصور الزميل سعد الدين الرفاعي لتصويره بمكان وجوده إذن بمصر، تعرضوا للضرب من قبل زهير الصديق، تدخلت الشرطة وتم إلقاء القبض، توقيف إذن الزميل فراس حطوم وسعد الدين الرفاعي، بالإضافة إلى شقيق زهير الصديق الذي أتى للاستدعاء عليهم، كون كما يقول فراس أن زهير الصديق لأنه موجود بمصر بأوراق ليست أوراق ثبوتية صحيحة، إذن خيو هو اللي تدخل لا تقديم الشكوى، ومن بعد مشاورات تدخل من الأشخاص المعنيين إن كان بلبنان، لأن الزميل حطوم كان يقوم فقط بمهمته كصحافي وليس إلا، تم الإخراج عنه وعاد إلى بيروت. التفاصيل سنظهرها في وقت لاحق في نشرة المسائية وفي تقرير خاص حول هذا الموضوع. ليليان، شكرا لك يا زميلة تانيا مهنا من مطار بيروت. انطلاق الامتحانات الرسمية اليوم بالشهادة المتوسطة، ووزير التربية يجول على المراكز. انطلقت عجلة امتحانات الشهادة الرسمية للمرحلة المتوسطة، حوالي 63 ألف طالب موزعين على 415 مركز في المناطق اللبنانية كافة افتتحوا جولة امتحاناتهم بالخضوع لامتحان مادة الجغرافيا. على عدد من المراكز جال وزير التربية حسان دياب لتفقد سير الامتحانات، تنقل بين الصفوف وسأل الطلاب عن رأيهم بأول امتحان، مؤكدا انطلاق هذه الدورة بنجاح تام. الأمور بصيدة ممتازة، الطلاب بأرسال وبالهرمل كلياتهم تأمن لهم المواصلات اللازمة بمؤازرة من قوى الأمنية، الأمور كلها ممتازة. دياب أكد أن الأساتذة لن يقاطعوا تصحيح الامتحانات بعد إحالة السلسلة إلى المجلس النيابي، مشيرا إلى صدور كل النتائج تباعا قبل انتهاء شهر تموز، كما أكد تسوية أوضاع الطلاب السوريين. الطلاب اللبنانيين والطلاب السوريين يلي ما عندهم أوراق اعتماد بالنسبة للقوانين المتبعة يعني للمرشحين، عملنا لهم حالة استثنائية لحتى يقدروا يقدموا الامتحانات، وبالتالي بنشوف بعد النتائج. هذا المشهد الإيجابي لدى الجهات الرسمية لن يكتمل لدى الطلاب قبل صدور نتائجهم، فحظا سعيدا للجميع.
في أنطلياس تطور إشكال فردي بين لبناني ومواطن أردني إلى إطلاق نار. وفي التفاصيل أن اللبناني كان يلاحق المواطن الأردني خالد الفوري لأسباب مالية، وقد حصل تلاسن بين الاثنين على الطريق، ما دفع الأول إلى إشهار مسدسه بوجه الأخير مهددا إياه. وبحسب شهود عيان فقد عمد اللبناني إلى ضرب المواطن الأردني على رأسه بالمسدس، لكن رصاصة انطلقت منه لتستقر برأس الأردني الذي نقل إلى مستشفى أبو جودة في حال خطيرة. أكدت اللبنانية الأولى السيدة وفاء سليمان أن لبنان برهن مرة أخرى أنه قادر على تخطي كل الصعوبات ليعكس دوره الحضاري في العالم ووجه لبنان الثقافي المزدهر عبر استقدام أبرز الفنانين والفرق الفنية العالمية، إضافة إلى أسماء لامعة في مجال الموسيقى والمسرح ليحيوا موسم المهرجانات الصيفية. كلام السيدة سليمان جاء خلال افتتاحها مهرجانات بيت الدين للعام 2013 الذي شهد في ليلته الأولى عرضا موسيقيا مسرحيا من إنتاج فرقة كاراكرلا بعنوان على خطى ماركو بولو، رحلة موسيقية على طريق الحرير. وتتابعونا بعد الفاصل جون ستيوارت في البرنامج. في العراق قتل 5 أشخاص بينهم 3 من عناصر الشرطة وأصيب 5 آخرون بجروح في هجومين منفصلين في محافظة صلاح الدين شمال بغداد. ويرتفع عدد الضحايا الذين سقطوا خلال الأيام الماضية من شهر حزيران إلى نحو 270 قتيلا استنادا إلى مصادر رسمية. وإلى مصر، حيث بدأ مئات المعارضين اعتصاما مفتوحا أمام مبنى وزارة الدفاع شمال القاهرة مطالبين بإسقاط النظام. ويأتي هذا التحرك غداة تظاهرات دعا إليها الإسلاميون مؤيدة للرئيس مرسي تحت شعار إنقاذ الثورة. جون ستيوارت في ضيافة باسم يوسف. دخل إلى استوديو برنامج البرنامج ضيف معصب العينين لا حول له ولا قوة، يجره حارسان. Ladies and gentlemen, John Stewart. هذا جون ستيوارت ضيف باسم يوسف مباشرة من القاهرة، لقاء وعناق وانطلاق حلقة لن توفر أي موضوع أو ملف من السخرية بالإنجليزية والعربية. هاشم هاد يشيلني. مش عايز حد يشيلني. ما بحبش أتركها. And then I got in a car at the airport and just got here. In 3 days. Well, and by the way, along the way, bought many garments on the side of the road. The thing, what you don't know about our traffic, that it's our first line of defense. بدأ الثنائي منسجما تحديدا في السياسة وفي تكريس وتأكيد حق السخرية من كل شيء وأولها الأنظمة. See, this is what's so nice about your democracy. It took us 100 years of democracy before we impeached our first president. For you guys to do it in 1 year. It's very impressive. If your regime is not strong enough to handle a joke, then you don't have a regime. هذه المعادلة تدفعنا إلى السؤال: هل في مصر نظام؟ وهل من أنظمة في أي من البلاد العربية؟ وبينما بدأت الأوضاع بالهدوء في تركيا، شهدت العاصمة أنقرة استمرارا للاحتجاجات ليلا، إذ تجمع حوالي 100 شخص للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين الذين ألقت السلطات القبض عليهم خلال سلسلة تظاهرات التي نظمها معارضون للحكومة. وهذا التحرك أدى إلى إغلاق أحدى الطرق الرئيسة في المدينة، ما دفع الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. وفي البرازيل لم تتوقف التظاهرات بعد، لكن حدتها خفت بعد إعلان الرئيس البرازيلي ديلما روزيف استعداده لاستقبال قادة التظاهرات والعمل معهم لوضع ميثاق وطني لتحسين الخدمات العامة. روزيف التي أكدت أن حكومتها تصغي للأصوات الديمقراطية التي تطالب بالتغيير، حذرت من أنها لن تسمح بأن تلطخ أقلية عنيفة حركة ديمقراطية وسلمية.
أعلن خفر السواحل الياباني أن 3 سفن حكومية صينية دخلت المياه الإقليمية لجزر متنازع عليها مع اليابان في بحر الصين الشرقي في المنطقة التي يبلغ عرضها 22 كيلومترا والمحيطة بأرخبيل سينكاكو الذي تطالب به بكين وتسميه دياو. وكانت سفن حكومية صينية دخلت مرات عدة هذه المنطقة في نهاية نيسان ما دفع طوكيو إلى استدعاء السفير الصيني لديها احتجاجا. لقي أكثر من 550 شخصا مصرعهم في ولاية أوتاراخاند الواقعة في سلسلة جبال الهيمالايا شمال الهند مصرعهم، وذلك جراء الأمطار الموسمية التي سقطت. وأدت الفيضانات إلى جرف قرى بأكملها ما دفع الجيش إلى نشر آلاف الجنود معززين بطوافات لإنقاذ أكثر من 50,000 شخص. أخلي قسم كبير من وسط مدينة كالجاري العاصمة النفطية لكندا بسبب فيضانات قوية أسفرت عن 3 قتلى في المنطقة. وأدى ارتفاع منسوب الماء في نهر هايوود جراء الأمطار الغزيرة إلى أضرار فادحة ما دفع بالسلطات إلى إعلان حالة طوارئ في مناطق عدة. وبثت شبكات التلفزة الكندية صورا لمنازل وسيارات جرفتها الأمواج. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.